مو لازم الإنسان يعجب بالإنسان عشان شكله عشان غماسته، لا، أهم شيء الأخلاق والقلب والروح. إيش قلت يا عمي؟ على بركة الله. تعال يا نورة. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. موافقين يا عمي، موافقين، بس البنت عندها شرط، ما تحب النظارات، لازم تسوي العملية. موافق موافق موافق. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. ها كذا شايف؟ الله أكبر. كذا شايف؟ الحمد لله. يلا تفضل المدام. الحمد لله على السلامة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. لا هذه ما هي المدام. تفضل المدام. ياي شكلك كيوت من غير نظارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من دي؟ احنا كذا ضبطنا نظرك، لكن الواقع الله يعينك. ألف مبروك. مبروك على إيش؟ مبروك على... أنا ممكن نرجع بالنظارة تاني وشكلك.